حاجه اخرى غادي ننتقلوا لواحد البطيبطات معمرين بصلصه بيضاء تيجيو رائعين وبنان. يعني سوا دي ساندويتش بوغ لي زونفون ولا تعملوا في وجبه عشاء بحال هكا في المنزل. تناخذوا مقلاة نديروا فيها معلقه تاع الزبده، معلقه كبيره تاع الزبده على حسب الكميه ديال الصدر تاع الدجاج اللي عندنا، ولا جوج معالق، وجوج بصلات مشوبين. وتنديروا وتنخليوها تدبال تنحسوا بها تدبلات، وتنزيدوا قطع ديال الدجاج او الديك الرومي اللي متوفر عندنا، وتنديروا مليحه بزاف. وان فوا تبان لينا ديك البصله ذهبات وداك الصدر تاع الدجاج ولا ديك الرومي طابو، تنزيدوا واحد العلبه ديال القلده الطريه ديال الطبخ. اللي ما عندهاش ما متوفراش تنديروا ياغورت طبيعي. واخا ياغورت طبيعي. وتنديروا ربعات القطع تاع الجبن مثلث، تنعكوهم هكذا بالشوكه فوق هذاك الخليط ديالنا. وتناخذوا بطبوط ناشف يا اما مصوب بالفينو ولا مصوب بالقمح، والقياس اللي بغينا سواء بالكاس سواء بالزلافه، يعني القياس اللي تترغب فيه الام اللي غادي تصوب هذا الشيء. وتنفتحوهم وتنديروا قطعه ديال الجبن ديال الساندويتش ولا جبن احمر محكوك، وتنحطوا واحد قياس معلقه ولا جوج على حسب الحجم ديال البطبوط فعلا، وتنقدموه. صحه وراحه. يلاه يعطيك الصحه.